بند في الموازنة العامة للدولة يتخطى 12 مليار جنيه للتعويضات واكتشاف حقل زيت وغاز جديد. تصريحات جديدة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم نعرضها لحضراتكم من خلال تغطيتها. أدى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم في مؤتمر صحفي بعدد من التصريحات، حيث قال إن صندوق النقد الدولي قد أصدر تقريراً عن الاقتصاد المصري وأشاد به، وأكد أن الحكومة نجحت في وضع الاقتصاد في المسار الصحيح، مؤكداً على أنه لا يتم التدخل في سعر الصرف على الإطلاق، وهو متروك طبقاً لآليات العرض والطلب. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: هناك استقرار في سعر الصرف، وهناك اجتماعات دورية للمجموعة الاقتصادية الدولية لمتابعة الشأن الاقتصادي. كما أكد على أنه الأوضاع الاقتصادية مستقرة، ونضع لأنفسنا جميع السيناريوهات طبقا للأوضاع الإقليمية خلال الفترة المقبلة، حيث صرح أيضا أن الصندوق أشاد بتنفيذ الحكومة لعملية ترشيد الإنفاق، ومصر تعمل على ملف جذب الاستثمارات. ومن ناحية أخرى، قال دكتور مصطفى مدبولي إن مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والسلع الاستراتيجية هي الأولوية الأولى للدولة المصرية، مؤكداً أنه يتابع ملف الدواء، وقد بدأنا بالفعل نشهد وفرة في عدد من الأدوية التي كان بها مشكلة، وسوف نشعر بانضباط في سوق الدواء مستقبلاً. كما أنه تم ضخ خلال الشهرين الماضيين حوالي 10 مليارات جنيه لسداد التزامات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، كما قال إن وزير الصحة باجتماع الحكومة اليوم قد أثار معلومة أن المواطن المصري من أكثر المواطنين استهلاكاً للسكر، وذلك على مستوى العالم. كما أكد رئيس الوزراء في ذلك على التأثير على الصحة، مؤكداً على أن الحكومة تتخذ كافة الإجراءات لتوفير كميات السكر المطلوبة للاستهلاك المحلي، وذلك على خلفية قرار مجلس الوزراء اليوم بتحديد الأسعار الاسترشادية للمنتجات السكرية. وصرح أيضا رئيس الوزراء أن الحكومة تضع كافة السيناريوهات بشأن تطورات الأوضاع العالمية، أيضا من احتمالات حدوث انفراج أو توسع في دائرة الصراع وتأثيراتها بالكامل، وكيفية التعامل مع كل السيناريوهات. وقال إنه تم عمل عقود تحوط على المنتجات البترولية في هذا الإطار، وكذلك تأمين احتياطي المخزون من السلع الاستراتيجية كالقمح. أما فيما يخص الطاقة، فأكد أنه تم الإعلان عن كشف مهم جديد في الصحراء الغربية، وتم استخراج غاز، وكما قال: نحاول تشجيع كل الشركات على الإسراع معدلات الاكتشاف لتوفير فاتورة الاستيراد. كما أضاف أن الطاقة الجديدة والمتجددة هي شغلنا الشاغل، وذلك من أجل العام القادم. ووضح أنه فيما يخص السلع يتم متابعة الأسعار معقباً. سيكون هناك معرض أهلاً بالمدارس، كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والتموين أن تكون مقرات تلك المعارض دائمة للمواطنين على مستوى المحافظات، ويقدم خدمات وسلع منخفضة تكون للمواطنين. وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن موضوع الدعم النقدي قائلاً: إنه أحال هذا الموضوع لمجلس أمناء الحوار الوطني، وهم بالفعل عقدوا أكثر من جلسة بهذا الموضوع، والموضوع ليس فقط فكرة، ولكن الأهم تفاصيل التنفيذ من أجل عدم حدوث مشكلة تضر الفكرة من الأساس. كما أضاف أنه ما نأمله أن نبدأ بدايات المراحل الأولى من تطبيقه خلال العام المالي القادم إذا حدث توافق عليها. كما تطرق أيضا رئيس مجلس الوزراء للحديث عن ملف هام، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه لا تأخير أو مماطلة في ملف التعويضات للمتضررين من إنشاء الطرق والمحاور المرورية. كما أضاف أن القانون ينص على معينة تختص بها هيئة المساحة المصرية والجهات المعنية فيما يتعلق بملف المتضررين من إنشاء الطرق والمحاور المرورية.
وتابع رئيس مجلس الوزراء أن الدولة توضع أو تعطي أموال التعويضات لدى هيئة المساحة المصرية ويتم تنفيذ إجراءات التعويض للمتضررين. ولفت إلى أن الحكومة أطلقت مبادرة التعويض الاجتماعي حتى للمباني غير القانونية والعشوائية، ويتم تعويض صاحبها اجتماعيا رغم أنه لا يملك أوراق ثبوت لملكية هذا العقار. كما أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد تعويضات للمتضررين من المشروعات والطرق والمحاور المرورية. وختم كلامه: وجهت بسرعة صرف التعويضات للمواطنين ببعض المشروعات خلال 3 أشهر. وقال الدكتور مصطفى مدوي رئيس مجلس الوزراء إن الحوار الوطني يناقش الدعم النقدي بدلا من العيني، لافتا أن جميع الخبراء قد أكدوا أنه لا بديل إلى تحويل الدعم العيني لدعم نقدي. وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن وزارة التموين هي الوزارة المعنية بهذا الموضوع، لذلك هي الآن تعمل على تفاصيل تنفيذ إذا تم التوافق عليها، مشيرا إلى أنه إذا تم التوافق على التحول لدعم نقدي سيتم العمل به العام المالي المقبل إذا حدث توافق عليه، مؤكدا أنه لا يوجد تهاون أو محاولات للمماطلة في صرف تعويضات المتضررين من المحاور المرورية. وأوضح أن هناك إجراءات تتم بهيئة المساحة وبعض الحيزات أحياناً لا يكون لها ورق من الأساس أو غير موثقة، وأن الحكومة رغم ذلك أخذت إجراء بالتعويض اجتماعياً للمبنى حتى مع عدم وجود ورق وفقاً لعدد الغرف، مشيراً إلى أنه اعتبروا المطبخ غرفة والحمام غرفة، وذلك لزيادة التعويضات للمواطنين. مشاهدينا، هذه كانت أهم تصريحات رئيس مجلس الوزراء حيث ناقش ملفات عديدة أهم. مازلنا نتابع مع حضراتكم كل جديد، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.